أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب رئيسة الاتحاد البرلماني العربي أن مملكة البحرين وعلى مدار تاريخها وضعت على رأس اهتماماتها دعم القضايا العادلة للأمة العربية وفي مقدمتها قضية فلسطين، مبينة تجلي ذلك في الخطابات الملكية السامية لجلالة الملك المفدى في كافة المناسبات والتي لم تخلو من التأكيد على الموقف الراسخ للمملكة إزاء القضية الفلسطينية. وأشارت رئيسة مجلس النواب خلال افتتاح أعمال المؤتمر 33 للاتحاد البرلماني العربي والذي انطلق في العاصمة المصرية القاهرة بعنوان المسجد الأقصى وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية أولويتنا الأولى، أشارت إلى الاهتمام البالغ لدى السلطة التشريعية لترجمة الرؤى الملكية السامية بمواقف وجهود برلمانية اتسمت بالحرص على تشكيل لجنة برلمانية نوعية دائمة لمناصرة الشعب الفلسطيني. وأكدت زينل أن البحرين تؤمن بأن تثبيت أركان السلام الشامل والعادل في المنطقة يعتمد على تفعيل مبادرة السلام العربية ودعمها بكل السبل مع الأشقاء العرب. وبيّنت معاليها أيضا أهمية انعقاد المؤتمر في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات الكبيرة التي تستهدف الإضرار باستقرار عدد من الدول العربية والتعدي على شعوبها ومصالحها ومقدراتها، مضيفة بأن التحديات التي تمر بها المنطقة تتطلب استنهاض الهمم والوقوف صفا واحدا من أجل تجاوزها وحماية المقدرات والعمل والتكاتف من أجل صناعة مستقبل أفضل للجميع. كان طبعا المؤتمر طلع بتوصيات كبيرة جدا، بعضها طلب إنشاء صندوق للدعم قضية فلسطينية، وبعض الآخر طلب بإنشاء مكتب إعلامي يعني يجسد القضية الفلسطينية على مدار 24 ساعة وينشره للعالم حتى تتبلور القضية في عيون العالم بشكل أفضل. وطلب المؤتمر الكيانات الدولية التي لها السلطة القيادية واتخاذ القرار على أساس دعم القضية الفلسطينية ووضع حد لهذه الانتهاكات التي تعرض لها الشعب الفلسطيني والمرأة الفلسطينية بالخصوص. الحمد لله في المؤتمر اليوم طارئ 33 الاتحاد البرلمان العربي وفقت السيدة فوزية بنت عبد الله زينل إخراج بيان ختامي توافق عليه الدول الحضور، والحمد لله البيان الختامي يؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني وأيضا حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية. احنا اليوم في جمهورية مصر العربية نحضر المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي لمناقشة التحديات التي تواجه المقدسات الإسلامية والمسيحية كونها أولى أولوياتنا. وبهذه المناسبة قد تمكننا من إيصال رسالة مملكة البحرين إلى كل برلماناتنا العربية وإلى العالم أجمع. هناك حقوق للفلسطينيين تتمثل في القرارات الدولية، وهناك مقدسات تتمثل في بيت المقدس، ودورنا هنا يتمثل في تأكيد التزام مملكة البحرين بتأكيد الأساسيات والمسلمات والقرارات الدولية ودعم القضية الفلسطينية.